في سؤال، احنا قلنا احنا بندرس كام دعوه؟ دعوه ايه وايه وايه؟ الغاء، تعويض، تاديب، قراءه التاديب ده في الاخر. هل يشترط في دعوه التعويض ما يشترط في دعوه الالغاء؟ تاني بقى، انا قلت في دعوه الالغاء بمشي على نمط معين، تظلم وجوبي ثم فض المنازعات ثم اجراءات معينه في رفع الدعوه الاداريه امام مجلس الدوله. هل يشترط ده في دعوه التعويض؟ ما احنا قلنا القضاء الاداري ايه يا شباب؟ الغاء وتعويض، يا يلغي لك قرار يا يعوضك عن القرار نتيجه ايه؟ ما اصابك من خساره وما فاتك من كذب. ها ابينها، هل يشترط هذه الاجراءات في دعوه التعويض كدعوه الالغاء؟ نقول هنا بقى وفقا للمكتوب، البين ان المشرع وتبعه في ذلك الفقه والقضاء في مصر. هنا بستبعد الفقه والقضاء الفرنسي. بقول لك بقى اللي بيحصل في مصر في دعوى التعويض. في الحقيقه لم يولوا عنايتهم بهذا الامر. وانتوا درستوا يا شباب المنطوق والمسكوت عنه، ولا نسيتوا بقى في اصول الفقه المنطوق والمسكوت؟ ما هو شوف بقى كل الدراسه كلها بتكمل بعضها ازاي؟ المنطوق والمسكوت. أقيس عليه؟ أقيس على المنطوق ولا أسكت على أقيس على المسكوت؟ ولا ده بيعبر عن ده؟ طيب. طب طالما سكت عنه المشرع ولم يتعرض له الفقه والقضاء، ماذا أفعل؟ في الحقيقة المشرع المصري وكذلك الفقه، رجال القانون والقضاء، لم يولوا عناية بهذا الأمر. لم يولوا عناية سوى موضوع التظلم الإداري في دعاوى الإلغاء، ولم يتكلموا عن التظلم الإداري في دعاوى التعويض. موظف صدر قرار بإحالته للمعاش وجرى راجل سكت، رفع دعوى بطلب التعويض، نقول له يجب عليك أن تتظلم وأن تلجأ لفض المنازعات وأن تتبع كافة الإجراءات المنصوص عليها في دعوى الإلغاء، باعتبار أن مجلس الدولة إلغاء وتعويض. ولا أقول له لا 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 لا، ما تتقيدش نفس الإجراءات. طب طالما سكت المشرع ألجأ هنا إيه بقى؟ أشوف بقى، هل هناك نص يمنعني؟ هل هناك نص يلزمني؟ ده هنا بقى يتأكد اطلاع المحامي، استاذ المحامي اللي بيقرأ، اللي بيقرأ مطلع على احدث الاشياء، احدث الاحكام. في مثل هذه الحالة طالما المشرع ما اتكلمش وطالما الفقه ما اتكلمش، رجال القانون، ففي سواد قضائية ولا لا؟ في. طب ما اشوف ده اطلاع المحامي على الاحكام. على العكس من فرنسا، حظي موضوع الطعن على الطعن على القرار الاداري بالنسبه للتعويض بعنايه فائقه. فهنا نقول ان القضاء الاداري المصري بيشترط وفقا للعرف الجيري، للعرف الجيري، وانتوا عارفين مصادر التشريع، داخل خلال العرف ولا لا؟ صح؟ وفق مش وفقا للنص، العرف الذي يرقى لمرتبة الإلزام، أن دعاوى التعويض يسري على ما يسري عليها من دعاوى إيه؟ الإلغاء. ده وفقا للعرف إيه؟ الإلغاء. طيب. نعم. في فرنسا لا يجوز، كل واحد على كده. فبناء على كده المفروض القياس
لو سألتك شوفي يمكن أن ترفع دعوة للتعويض مرفقة دعوة إيه؟ الإلغاء، ويمكن أن ترفع دعوة التعويض مستقلة عن دعوة، بس هنا الإجراءات الأولية، الإجراءات الأولية أمشي. طب هقول لك، صدر قرار بأحقيتك وأنت ما رفعتيش، ما قدمتيش طلبك الاحتياطي أو طلبك الثاني التعويض، هل يجوز أن تطلب التعويض بعد كده؟ يجوز، يجوز يعني طلب إيه؟ بطلب. يعني إذا الدعوة التعويض يمكن أن ترفع مرفقة دعوة إيه؟ الإلغاء، ويمكن أن ترفع مستقلة عن دعوة إيه؟ الإلغاء. أخذنا ده منين؟ من نص المشرع ولا من العرف؟ الذي ارتقى إلى مرتبة الإلزام، مفيش نص عليه بخلاف التظاهر إيه؟ والإجراءات الأخرى في دعاوى الإلغاء.